العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الله خلقك لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا ضابط مهم لمعرفة ما هي العبادة، لأن بعض الناس يستشكل الأمر، يقول ما معنى هذه العبادة التي أمرنا الله بها؟ إذا علمت في شيء ما وصفين، إذا علمت في شيء ما أمرين، فاعلم أن هذا الشيء عبادة. ما هو؟ أولا قلنا اسم جامع لكل واحد ما يحبه الله، هذا واحد. اثنان يرضاه، يرضاه يعني يلزم من هذا أنه يشرعه لنا. إذن متى ما كان الفعل محبوبا لله ورضيه لعباده وشرعه لعباده فهو إذن عبادة. أي شيء يمر بك اجتمع فيه الأمران فاعلم أنه عبادة. الصلاة عبادة؟ أجيبه نعم. لما؟ واحد لأن الله يحبها، اثنان لأن الله عز وجل شرعها لنا. الصوم عبادة؟ نعم، لأن الله يحبها ولأن الله شرعها لنا. إذن متى ما اجتمع هذان الأمران كان الشيء عبادة. طيب ما الذي يترتب على كونه عبادة؟ يجب أن يتوجه العبد بهذا الشيء لله سبحانه وتعالى. طيب هذه قضية أولى. قضية ثانية، متى ما توجه بهذا الشيء لغيره فقد أشرك. الشرك ليس هو إلا هذا الأمر، أن تتوجه بالعبادة لغير الله. تأمل معي قوله سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن عندنا حالتان، إما أن تعبد الله أن تكون ماذا؟ واقعا في الشرك. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن عندنا قاعدة مضطردة، متى ما ثبت أن الشيء عبادة مباشرة افهم أن صرف هذه العبادة لغير الله شرك. إذن لو قيل لنا ما الدليل على أن السجود لغير الله شرك؟ أعطوني آية في القرآن أن السجود في القرآن شرك، نقول لا نحتاج إلى أكثر من فهم هذه القاعدة، وهي ثبت أن السجود عبادة، نعم لأن الله يحبها ولأن هذا العمل شرعه لنا. طيب متى ما كان عبادة، إذن متى ما توجه العبد به لغير الله كان شركا. إذن كل ما ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله شرك. احفظ هذه القاعدة، كل ما ثبت أنه عبادة ماذا؟ فصرفه لغير الله شرك.